السلام عليكم. شرحنا اليوم عن كيفية تحديث تطبيق السناب شات إلى آخر إصدار بدون استعمال المتجر وبكل سهولة. تابع الشرح للنهاية. نتوجه إلى متصفح كروم وبعدين نقوم بالبحث عن سناب شات إي بي كي. سيظهر لنا موقع أب تو داون في أول نتائج البحث. نقوم بالدخول إلى هذا الموقع، فعند النزول إلى الأسفل سنجد بأن آخر تحديث للتطبيق في 4 أبريل 2023، ويتم تحديثه بشكل مستمر. وعند النظر إلى التنزيلات سنجد بأن أكثر من ربع مليار إنسان قام بتحميل هذا التطبيق من داخل الموقع. نقوم الآن يا صديقي بالضغط على تنزيل حتى نقوم بتحديث التطبيق. فعند الضغط على التفاصيل، عند الانتهاء من تحميل الملف، نقوم بتحديث التطبيق بشكل مباشر. وننوه يا صديقي بأن هذه الطريقة لا تؤدي إلى فقدان أي صور لك موجودة داخل الحساب. للحصول على المزيد من شروحات السناب شات وباقي التطبيقات، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.